مساكم الله بخير جميعا، يلا حيوا ان شاء الله متوجهين للقناة برنامج الناس والليل على قناة المجد الفضائية. البث ينطلق 8:30 بإذن الله. شوفكم، تعالوا نتهرج احنا وياكم. عندي موضوع حلو جدا اقول لكم، اقدر اقوله في السناب واقدر اقوله في بث التيك توك، بس لا ما نبقى لها الا في القناة. كيفي صح كل واحد تحر يا اخي، والله انا بس استطعت اني اغرد به في سناب. اقدر اغرد به تغريدة في تويتر وانزله في سناب وفي بث التيك توك، بس كيفي ابي اقوله في القناة. حياكم الله بالخير يا ربع، احنا وصلنا المنتجع انارات. شوف وجهك كيف يقلب ازرق، تقلب تبي يعني شوف كذا حقيقي كذا تقلب جني. الله الله، احنا وصلنا كريم يا رب. احنا وصلنا المنتجع الحين يا اخوان، مايكات منتجع. السلام عليكم، كيف حالك؟ والله بخير الله يسلم، كيف الحال؟ ساك طيب، خلكم قريبين. ها خيمتنا اللي انتم خابرينها عشق كبير جدا. هذا صديقي محمد الفهد، السلام عليكم. يا مرحبا، شلونك؟ ساك طيب، اخبارك؟ كيف الحال؟ الله يعافيك. ما اشتقت لي الا والله، بس اشتقتك. بس وينك يا امس؟ قبل والله كنت مشغول مع دور. اي والله اشغلت مشغول، سلام ما ادري وش هو. الله يا ابن حلال لنا. وين لبسك حق المسرحيه؟ هذا ليه وش اي مسرحيه؟ المسرحيه اليوم ما جبت لبس؟ لا والله ما جبت. يا رب الله يبارك. يا زين ايش كاننا؟ شوف ايش كاننا هناك الشاشه. تحس انك مستانس؟ كلهم على مسرحيه، في مسرحيه نسويها بذمتك. اي والله، كون لبسكم من بعدين تفهم معهم. اللوكيشن الثاني بيوسف، ابي زي كذا دم شوي. هو انا بسرق الحصان من يا زين الكاميرا. شوف شكلي يا زين، شكلي زينة. شوف هلا والله. شوف انا في الشاشة يا اخوان، صرت الحين حرامي كاميرات مثلك. شفت الله تبارك الرحمن. صار وناسه وانشم ابو محمد ابو سيقه اللي ما حضرت معنا. طيب ليش خلينا تسوون ارح يا ابو عبد الله، ترحيب بالمطر. الله يطول عمرك. كيف الحال؟ ساك طيب، الله يطول عمرك. الله يقبل كل جهدك. اللهم امين. اي والله اقولها وانا صادق. والديك الواوي تحبي صالح. ارحب والله. وقعوا في ذا الكبسه وجعل الله في العافيه. جعل الله في العافيه. هذه كبسه فر على المستوى. خل على الله لقمه العيش. خل على الله دائما الكاميرات احب اهري كذا. انت ما ادري بالكاميرا اللي حطيتها عندي. مرحبا يا ابو عبد الله، يا ابو عمرك. جعل بالله من اسعد واجمل الفرص. جعل ربي يخليك لي ومرحبا بك ملايين، اقولها وانا صادق. ارحبوا يا اخوان، يلا حيوا شلونكم؟ صبحكم الله بالخير جميعا. كيف شفتوا حلقه اليوم؟ ان شاء الله انها لانت اعجابكم. شكرا لكم، والله شكرا بحجم السماء. كلامكم طيب وفعولكم طيبه. اخوان جابتهم صديقة لي محاسن الصدف معرفتكم. عدوه قلب يا أخوان، عدوه مني شيء واجد. أيضا اللي يسأل عن بث، بإذن الله راح يكون بث، بس ما أدري متى، تقريبا ساعة بعد ساعة نص ساعة بإذن الله. الحين راح نستكم في فندق. الله الله، يبي لي يعني أعطيني نص ساعة بإذن الله بفتح بيجيكم خبر. بس إيه نعم، بث فيه بث. سلامتك.
كلام واجد تجاهكم، لكن بعلمكم في البث ان شاء الله.